صادقت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة مؤخرا على بناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب القدس و330 وحدة استيطانية في الشيخ جراح، من ضمنها مبنى ضخم يتألف من 12 طابقا لمدرسة دينية. كما صادرت سلطات الاحتلال 680 دونما من منطقة الولجة جنوب القدس تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة عليها في إطار المخطط المعروف ب 2020 الذي يهدف إلى إيجاد أغلبية يهودية في مدينة القدس استكمالا لفصلها عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات. هذا وقامت حكومة الاحتلال بالإعلان عن تخصيصها ملايين الدولارات لصالح الاستيطان في إطار مساعيها للانتهاء من مشروعها التهويدي الأكبر قبل نهاية عام 2015. تدعي إسرائيل فقط أنها تخصص 70 مليون بشكل رسمي من خلال الحكومة لدعم الاستيطان وتوسيع الاستيطان والبؤر الاستيطانية، ولكن في كل وزارة من وزاراتها هناك بند خاص للاستيطان لتوسيع عملية الاستيطان، حتى أن تكلفة المستوطنين يضاعف، كل مستوطن يضاعف 4 أضعاف تكلفة الإسرائيلي في داخل الأراضي المحتلة، سواء كان في موضوع تعزيز وجود الاستيطان، توفير الشقق السكنية، طرق الرابطة بين المستوطنات وغيرها. وهذا يأتي في إطار الإسراع في عملية التهويد للضفة الغربية بما فيها القدس، التأكيد على استراتيجية إسرائيل في حبس الفلسطينيين في كانتونات والسيطرة على مزيد من الأراضي، اعتبار أولوية كل الأحزاب الإسرائيلية بدون استثناء هي دعم الاستيطان وتوسيع المستوطنات.